هم متطوعون من أبناء المدينة، سخروا وقتهم وجهدهم لتوعية السكان بمخاطر فيروس كورونا المستجد. محفوظ ناشط مدني يشارك في مبادرة ذاتية رفقة متطوعين من مختلف الهيئات المدنية من أجل محاصرة انتشار هذا الوباء، وخاصة في الأحياء الفقيرة التي تعرف كثافة سكانية. كجمعويين خصنا ضروره من التوعيه، خصنا ضروره من التحسيس، لان هذا واجب ديالنا كمواطنين. احنا بحق اننا واعيين وعارفين يعني الخطوره ديال هذا الفيروس هذا، وكيفاش انه يقدر انه يقضي على شعوب اللي هي شعوب متقدمه. فاحنا خدينا البادره وخرجنا للشارع على اساس باش نوعوا الناس ونحافظوا على سلامه ديال المواطنين ككل. مبادره جيده، لان ما هادشي صالح للشعب كامل، ماشي غير بالنسبه ليا انا او لهذا، لما صالح لولادنا، صالح للناس الكبار للصغار، كل شيء صالح لجميع الشعب. بادر يا مواطن في خدمة الوطن، مبادرة شبابية في زمن كورونا أطلقها شباب مغاربة من مدينة القنيطرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لقيت تشجيعا جعلهم يترجمونها على أرض الواقع لتعم الفائدة أكثر. نقدموا نصائح يعني باش كيفاش يتعقموا فيهم، وكيفاش يعني يكونوا يخرجوا غير الضرورة القصوى، لأن هذا المرض هذا راه ما كيعرف لا دري لا كبير لا صغير. الدراري معاونينا، حنا ما كنعرفوش واحد الحاجه، هما كيقول لك اش ديري، كيقول لك خصني يديك، تيقول لك دخلي وليداتك من الزنقه ما تخرجيش. زيادة الوعي بمخاطر فيروس كورونا عند المغاربة دفع العديد منهم إلى إطلاق حملات توعوية عبر الفضاء الأزرق لاتخاذ كافة التدابير الوقائية والالتزام بها للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة المجتمع خلال هذه الظرفية الاستثنائية الحرجة. ظرف استثنائي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف مكونات المجتمع لتجاوز هذه المحنة التي يعيشها العالم في ظل توسع رقعة هذا الوباء وانتشاره. فاطمة البكاري، الحرة، القنيطرة.